اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة بنينة برشا، سهلة مهلة، من المطبخ التونسي التقليدي. وصفتنا لليوم هي سلطة مكحورية، بنينة في طعمها، غنية بالفيتامينات. المكون الرئيسي متاعها هو الجزر لكاروت. طريقة التحضير متاعها سهلة مهلة، تحضر في وقت قصير. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل، وممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنيل. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة متاعنا وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. نستحقوا للوصفة متاعنا كمية من الجزر اللي هي الكاروت أو السفنيريا. عندي لهنا كيلوغرام، قشرتها وغسلتها، حطيتها في طنجرة، صبيت عليها ماء عادي من الحنفية. وباش نحطو نصمتوها على النار لازمها تولي عنا طايبة زبدة باش من بعد نخدمو بها بكل سهولة. أنا لهنا باش نحضر كمية كبيرة، من بعد السلطة هذه نقسمها في دي بوات ونحطها في الكونجيلاتور. انتوما اخدموا الكمية على حسب الرغبة اللي تحبوها، تنجموا تخدموا حتى 200 غرام. توا نحطو نصمتو السفنيريا ونرجعو باش نكملوا بقية المراحل. هذا هو توا الجزر متاعنا طاب وحضر، باش نمشي نصفيه والماء متاعو باش نحضر به طبق اخر. تنجموا تستغلوه في اي وصفة باش تطيبوها على خاطر غني بالفيتامينات ويعطي بنة كبيرة. هذا هو توا الجزر متاعنا بعد ما صفيناه، باش نستعمل الأداة هذه باش نرفسوه بها. ترفسوه مازال سخون، ما تخليوش حتى يبرد، ما كانش من بعد تكون العملية صعيبة شوية. إذا كان ما عندكمش الأداة هذه عوضوها حتى بفرشيطة وإلا بمغرفة على حسب اللي متوفر عندكم، لكن ما ننصحكمش ترحيوه ما كانش يولي عندكم كيما البيوري. سلطة أم كحورية لازم يكون فيها كيما القش القش، تشوفوا من بعد النتيجة اللي نتحصلوا عليها. توا العملية هذه واضحة، نكمل نرفس الجزر ونتعداو باش نفوحوا السلطة متاعنا. هذه هي النتيجة اللي لازم تتحصلوا عليها. تو باش نتعداو ونفوحوا السلطة متاعنا، نستحقوا كمية متاع ثوم، يا اما ترحيوه يا اما تهرسوه يا اما تبشروه. انا هرسته في المهريس مع كمية متاع ملح، باش نحط منه زوز ملاعق متاع قهوة مكومين. السلطة هذه تحب كمية باهية من الثوم. وباش نحطوا زادة كمية من الهريسة العربي، هذه هريسة عربي دياري حضرتها وحدي، طريقة التحضير متاعها موجودة في القناة. تو نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. حطيت زوز ملاعق متاع قهوة مكومين، بنة السلطة هذه بالهريسة العربي. وباش نحطوا نصف ملعقة متاع قهوة من الفلفل الأسود، وباش نكملوا بزوز ملاعق متاع قهوة من الكروية. وآخر حاجة باش نحطوا شوية من زيت الزيتونة ونخلطوا المكونات الكل. وهذه هي السلطة متاعنا حاضرة. كيما شفتوا الطريقة سهلة مهلة، فيسع فيسع ما تحضر وراهي بنتها كبيرة. يا أما تحطوها في صحين على الطاولة متاعكم ترفقوها مع أطباق أخرى، وإلا تخدموا بها ساندويتشاتكم. كيما شفتوا لهني حضرت منها كمية كبيرة، وكيما قلت لكم باش نحطها في المجمد وقت اللي نستحق منها كمية نخرجها. هذه هي السلطة متاعنا بعد ما حضرت، نحيت منها كمية حطيتها في ديبوات صغار، يكونوا يسكروا مليح، تخليوها تبرد في راحتها وتحتفظوا بهم في المجمد. وقت اللي تستحقوا منها كمية تخرجوا حكة تخليوها ترجع بحرارة المطبخ، وإلا تعملوا لها ديكونجيلاسيون في الميكروواند. توا باش نزينوا منها صحين، طريقة الزينة اختيارية على حسب الرغبة متاعكم. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم الإضافة. كما شفتوا طريقة سهلة مهلة والوصفة راهي بنينة برشا، جربوها وبقدرة ربي ترحمولي على والدي. نتقابلوا إن شاء الله في الفيديو الجاي، وبقدرة ربي باش نشارك معاكم كيفاش تحضروا دجاجة روتي بنينة برشا وسهلة، وباش نحضروا زادة روز بالشعيرية. آخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، وقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.